اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي كالمعتاد باهم الاخبار اللي حصلت امبارح. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الامريكي جو بايدن في اطار متابعه نتائج الزياره الاخيره لوزير الخارجيه الامريكي للقاهره، وارتباطا بالتشاور المستمر بين البلدين بشان مستجدات الوضع الاقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزه. خلال الاتصال تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. ده حقيقة منا، يمكن كمان الاتصالات كانت يعني متواصلة بالأمس، وزي ما قلنا ده يعني لأن مصر بتنسق على كل المستويات سواء كانت الإقليمية أو الدولية. كان امبارح كمان في اتصال هام تلقاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم خلال هذا الاتصال مناقشة الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة، واستعراض أيضا التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة. وخلال الاتصال ده كمان تم التوافق للزعيمان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عما حدث بالأمس من خلال هذا التقرير. أخبار كثيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، وارتباطا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة. واتفق الرئيسان على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين. كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة. كما ناقش الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسار السلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة. وامبارح برضو تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش الرئيسان الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة، وتم استعراض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسيع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة. وقد توافق الزعيمان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة. وامبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا. اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، وأيضا شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة. وأشار الرئيس إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهل القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم. وشدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة خفض التصعيد فضلا عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير. وامبارح اجتمع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وخلال الاجتماع اطلع سيادة الرئيس على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023، ووجه سيادته بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وده بهدف تعظيم قدرات القناة وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر التي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وامبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاق إطاري بين شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة بشأن مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي، وده على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي واللي بيحضرها رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. الاتفاق الإطاري بيستهدف تطوير مطار القاهرة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة، وكذلك تنمية قطاع السياحة والطيران في مصر. ويهدف ذلك المشروع لتنفيذ الكثير من الأعمال التي تنعكس على مسار التنمية المستدامة وتحقق متطلباتها في المستقبل. وامبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم اتفاق إطاري بين الشركة المصرية للمطارات والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة بشأن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي. ويستهدف الاتفاق الإطاري تطوير مطار الغردقة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة، وكذا لتنمية قطاع السياحة والطيران في جمهورية مصر العربية. ويهدف ذلك المشروع إلى أن يكون امتدادا للمطار الحالي من خلال إنشاء مبنى ركاب جديد يستوعب حجم الركاب المقترح، بالإضافة إلى أعمال التطوير المقترحة في مباني الركاب 1 و2 وربط جميع المباني بنقل ركاب متحضر ومستدام. طيب نروح مع حضراتكم دلوقتي لجولة أخبار المحافظات، لأن معنا فيها أخبار كتيرة في الحياة حصلت في عدد من المحافظات امبارح. نبدأ بالإسماعيلية اللي تم فيها الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، واللي بيتزامن مع الذكرى الخاصة بالمقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني. أما محافظة أسيوط فتم فيها طرح 192 وحدة سكنية بمدينة ناصر الجديدة. امبارح كمان في كفر الشيخ تم توزيع 5250 قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية في قرى دسوق. وفي الفيوم تم إطلاق مبادرة كنز بلادي لنشر الوعي الأثري في المدارس. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسماعيلية تم الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة اللي بيتزامن مع ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني ومعركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية ضد معسكرات الإنجليز عام 1951. فأسيوط أعلنت المحافظة عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحدات سكنية سكن مصر بمدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية بعدد 192 وحدة سكنية من مساحات تبدأ من 106 متر ل 133 متر بأنظمة سداد ميسرة، والحجز الفوري من خلال جهاز مدينة ناصر على أن يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة ناصر الجديدة. في بني سويف أعلنت مديرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بمركز أهناسيا مكونة من 8 عيادات في مختلف التخصصات، وتم الكشف على 1176 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن مد فترة التقديم لمجمع الصناعات المغذية 3 يوليو لمدة أسبوعين، وده نظراً للإقبال الشديد وبناءً على طلب المواطنين، بحيث تنتهي المهلة في 30 أكتوبر 2023. في المنيا نفذت مديرية الصحة الحملة القومية للتطعيمات الروتينية للأطفال بعدد 112880 طفل خلال سبتمبر الماضي، وده في إطار جهود الدولة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية والحفاظ على صحة الطفل المصري. في الوادي الجديد انطلقت رحلات الأتوبيس الطائر الخاص بقطاع تعليم الوادي الجديد لمتابعة منظومة العمل بإدارة باريس التعليمية، خاصة مدارس قرى الأربعين والمناطق النائية، مع تقديم كافة سبل الدعم الفني والمعنوي لسد العجز بجميع التخصصات. في كفر الشيخ شهدت المحافظة افتتاح معرض ملابس تم خلاله توزيع 5250 قطعة ملابس مجاناً للمستحقين، وده تحت مظلة التحالف الوطني بمدينة دسوق. في الفيوم بدأت امبارح أولى فعاليات مبادرة كنز بلادي لنشر الوعي الأثري بمدارس محافظة الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وجاءت تحت عنوان معالم الفيوم الأثرية، وتم خلال أولى محاضرتها الحديث عن أهم المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم.